والله هاي اللي بعرفه أنا يعني حسب ما دعيت إن هاي الندوي دعم المواهب الشابة، ونحن بدورنا كضيف شرف يعني سمير أبو ليجا ندعم كل قلم يكتب وكل موهبة تخرج، لأن معركتنا مع هذا الاحتلال هي طويلة. معركتنا في ثقافتنا سلاح الثقافة وسلاح القلم وسلاح الإبداع، يجب أن يطور ويجب أن ندعم كل موهبة وكل كاتب. نتشرف اليوم بحضور جامعة خضوري، بحضور هؤلاء الطلاب المبدعين، بحضور هؤلاء الناس، يعني كل التحيات لوزارة الثقافة ممثلة بالأستاذ منتصر القم على هذه الدعوة، وعلى أن أكون ضيف شرف. إنه جميعا نحن مع أي قلم إبداعي ومع أي موهبة تخرج، ويجب أن نكون داعمين. كتاباتي هي تتحدث عن جميع القضايا، بالشكل الأول الكتابات الوطنية، القضايا الاجتماعية، الغزل عن المغترب، عن كل شيء. يعني دائما ألامس الواقع وألامس الشارع الفلسطيني بالذات، وألامس القضايا الفلسطينية بالذات. ولا الحمد لله رب العالمين نجحنا في هذا الدور، ولنا أغاني مغناة ونشرت على الفضائيات، تواصلنا. الندوة الشعرية هي إحدى فعاليات معرض قبس للكتاب، رح يكون في عنا شعراء يعني معروفين مثل سمير أبو الهيجة، رح يكون كمان دكتور أنس أبو سعدة، هو دكتور هون في جامعة فلسطين التقنية خضوري. كمان رح يكون في عدد من الشعراء اللي هم الطلاب يعني وشعراء، رح يلقوا يعني يلقوا كل واحد عدة يعني قصيدة أو قصيدتين من قصائده، وبالنهاية رح يكون في تكريم لهدول الشعراء اللي شاركوا في الندوة. هذا اللقاء هو لقاء شعري تنظمه وزارة الثقافة بالتعاون مع أصدقاء مكتبة جامعة خضوري لمجموعة من الطلب المواهب، الطلاب اللي عندهم إبداعات في مجال الشعر، من خلال مدير مكتبة خضور الأستاذ جمال حمد اطلع على قصائدهم، وتم يعني إشهار أن بنحاول من خلال اللقاء هو إشهار هؤلاء الشعراء الشباب أو المبدعين الشباب. ونستضيف اليوم الشاعر سمير أبو الهيجة كشاعر فلسطيني في من محافظات الوطن. احنا في نادي اصدقاء المكتبي بالتعاون مع مديريه الثقافه نظمنا هاي الفعاليه، فعاليه ثقافيه شعريه، جبنا عدد من المواهب الشعريه في الجامعه وكمان مواهب شعريه من خارج الجامعه على اساس نبرز هذه المواهب ونقدمها للشعب والمواطنين على اساس نشجع ثقافه الشعر والشعراء ونكرمهم، واحنا راح نكرمهم هون أساس يكونوا دائما بالصورة ما يتغيبوا ويكونوا بارزين ونجوم، هم حق النجوم.